وقف سليمان ذات يوم وسجد لله تعالى ودعاه، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كان سليمان يريد من الله ملكا لا يعطيه الله لأحد من خلقه بعد ذلك، وقد استجاب الله تعالى لعبده سليمان ومنحه هذا الملك. كان جيش سليمان أغرب الجيوش في العالم، لن يعرف العالم جيشا يختلف جنوده مثل جنود سليمان. نحن نعرف أن الجيوش تتكون عادة من البشر، أما جيش سليمان فكان يتكون من خليط مدهش يجعله جيشا لا يقاوم. كان جيشه يتكون من البشر ومن الجن ومن الطير، وكانت الطيور في جيش سليمان تلعب نفس الدور الذي تلعبه أجهزة الاستطلاع في الجيوش الحديثة. ونحن نعرف أن دور الاستطلاع في الحرب من أهم دور، فمنها يعرف الجيش المقاتل حقيقة عدوه. ومع الجن والطيور سخر الله سبحانه وتعالى الرياح لسليمان، كان يتحكم فيها ويستطيع أن يركبها هو وجنوده، وبذلك كان جيش سليمان يضم جنودا طائرين في وقت لم يكن هناك من يحلم بالطيران فيه. أعطى الله تعالى لسليمان مقدرة لم يعطيها لأحد من أنبيائه قط، هي المقدرة على التحكم في الشياطين أيضا، بل تشغيلها وتقييدها بالسلاسل وتعذيبها إذا عصت أوامره. جاء يوم وأصدر سليمان أمره لجيشه أن يستعد. بعدها خرج سليمان يتفقد الجيش ويستعرضه ويفتش عليه، مر على البشر أولا ولاحظ استعدادهم، اجتمع مع الضباط والجنود وأفهمهم أوامره، ثم مر على الجن وأصدر تعليماته إليهم وسجن جنيا لاحظ عليه أنه يتكاسل في العمل، ثم اطمأن على كل شيء ودخل خيمة الطيور. لم يكد يدخل الخيمة ويدير بصره فيها حتى اكتشف غياب الهدهد. كان المفروض أن يقف الهدهد في مكان معين هناك في أعلى الخيمة، ولكن الهدهد لم يكن هناك. قال سليمان وهو يحني رأسه ويتجهم: ما لي لا أرى الهدهد؟ سكتت الطيور احتراما لما سيقوله قائدها الأعلى، وأدار سليمان بصره في الطيور جميعا وقرأ في عيون الطيور أن الهدهد ليس موجودا. قال سليمان وقد بدأ يغضب: أم كان من الغائبين؟ تجرأ عصفور صغير هناك وقال لسليمان: أيها النبي الكريم، كان المفروض أن يكون الهدهد موجودا معي بالأمس في مهمة استطلاع، كان هو قائد المهمة، لم يأتي الهدهد ولهذا لم أذهب أنا. انصرف سليمان من خيمة الطيور وذهب إلى قصره، كان مشغولا بالهدهد. المفروض أن الهدهد جزء من جهاز الاستطلاع، هل ذهب يستطلع شيئا أم أنه يلعب؟ وصل الهدهد إلى خيمة الطيور بعد غيبة ليست طويلة، فصاحت كل الطيور به: أين كنت؟ أين كنت؟ قال الهدهد وهو يلتقط أنفاسه: ماذا جرى؟ ما هذه الضجة؟ قالت الطيور له: نهارك أشد سوادا من ريش الغراب، كان سيدنا سليمان هنا ولم يجدك وهدد بذبحك أو تعذيبك. قال الهدهد وقد بدأ يحس بالخوف: ما هذا الكلام؟ هل يتصور سيدنا سليمان أنني كنت ألعب؟ كنت في مهمة سرية ومستعجلة. طار الهدهد فدخل على سليمان وهو جالس يتناول طعامه. وقف الهدهد على مسافة ليست بعيدة وليست قريبة، وقرر أن يبدأ الكلام مع سليمان قبل أن يسأله أين كان كدليل على براءته. قال الهدهد: جئتك من مملكة سبأ بنبأ غاية في الأهمية، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال سليمان وهو يبتسم: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سكت الهدهد خائفا وكان سليمان صامتا يفكر، انتهى إلى قرار، فرفع رأسه وأمر بإحضار ورقة وقلم وكتب رسالة سريعة ومدها إلى الهدهد وأصدر تعليماته للهدهد. قال له: اذهب بهذه الرسالة إلى قصر الملكة وارمي الرسالة لها، ثم اختبئ جيدا وانظر ماذا سيفعلون كردة فعل على هذه الرسالة، ثم احضر إلي وحدثني بأخبارك. التقط الهدهد الرسالة بمنقاره وهو لا يصدق أنه نجا. طار الهدهد وغاب، ثم عاد فدخل على سليمان وبدأ يحدثه بما كان. قال الهدهد: وصلت إلى مملكة سبأ، ألقيت برسالتك في فراش الملكة، قرأت الرسالة، لم أكن أعلم ما في الرسالة، رأيت الملكة تقطب وجهها ثم تأمر بعقد مجلس مستشارين في المملكة. اجتمع المجلس، كنت أقف في السقف وسط النقوش فلم يرني أحد. قالت الملكة بلقيس للمستشارين: إن سليمان يطلب التسليم. قال المستشارون من قومها: نحن أقوياء وأشداء ونستطيع أن نحارب، لكننا ننظر رأيك وأوامرك. سكتت الملكة قليلا ثم قالت: لا داعي للحرب، نحن لا نعرف قوة سليمان، سنرسل إليه بهدية حتى نستطيع أن ندخل مملكته، هل هو قوي نستطيع أن نحاربه؟ وبأي قدر من الخسائر؟ انتهى كلام الهدهد فقال سليمان: اذهب أنت إلى خيمتك،
ولم تكد أيام تمر حتى وصلت هدية بلقيس، وكان أحد وزرائها يحمل الهدية، وكان قد أحضر معه بعض رجال الدولة لاستطلاع قوة سليمان. ولم يكن سليمان في حاجة لاستعراض قوته أمام ضيوفه، كان طبيعيا جدا، ولكنهم رأوا ما لم يروه من قبل. شاهدوا جيشا لا يستطيع مخلوق في الدنيا أن يقف أمامه، وقدم الضيوف هدية بلقيس إلى سليمان. كانت الهدية صينية ضخمة من الذهب المحلى بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر والفيروز الأزرق. نظر سليمان إلى الصينية وأحس باحتقار شديد. أرسلوا إليه هدية من الذهب بدل أن يأتوا إليه مسلمين؟ كان سليمان غنيا إلى الحد الذي يصنع فيه أرضية قصوره من الذهب، فما الذي يتصوره أهل سبأ؟ انصرف الرسل فحدثوا بلقيس بما رأوه من عظمة سليمان وضخامة ملكه وقوة جيشه، وقررت بلقيس أن تذهب بنفسها إلى سليمان. طبعا أحبتي في الله، هذه كانت قصة من كتاب قصص الأنبياء، أحببت أن أسجلها لكم هنا في القناة. طبعا سجلنا الكتاب كامل بصوتي على تطبيق ستوريتيل، يعني من يتابعنا يعرف أننا بين الحين والآخر نسجل هناك كتب، ولكن هذا الكتاب بالتحديد أعتقد أنك ستستمتع جدا بسماعه، لأنه كتاب قصصي ويستشهد من القرآن الكريم، فيمكن أن تسمعه أنت، ويمكن أن تجعل إخوتك الصغار يستمعون إليها، ويمكن أن تقوم بتشغيله وأنت في السيارة وتقوم في أعمالك. الكتاب جدا جدا أنصح به، حتى لو لم يكن بصوتي كنت أنصح به أيضا. جلس سليمان في مجلس الملك ذات يوم ثم قال لمن حوله: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن الذي سخرهم الله لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان يقوم من مجلسه هذا بعد ساعتين، كان الجني سيحضره بعد ساعة. سكت سليمان وانتظر أن يسمع ممن حوله كلاما آخر. قال الذي عنده علم: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ورمش سيدنا سليمان، أغلق جفنه وفتحه، فوجد عرش بلقيس أمامه. أحس سليمان بنعمة الله عليه أن في رجاله إنسانا يملك المقدرة على إحضار عرش من اليمن إلى فلسطين في أقل من غمضة عين. نهض سليمان من مجلسه وأمر بتغيير عرش بلقيس. كان العرش مصنوعا من الذهب ومطعما بالجواهر والأحجار الكريمة. أمر سليمان بإجراء بعض التعديلات على العرش ليمتحن بلقيس حين تزوره ويرى هل تهتدي إلى عرشها. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك، دهشت لأنه يشبه عرشها، ولكنه ليس عرشها. إذا كان عرشها فكيف سبقها إلى الحضور؟ لقد تغير العرش، وهذا التغيير يحتاج إلى وقت، فمتى حدث هذا كله؟ كان سليمان يريد هدايتها إلى الله، وكان أهل سبأ متقدمين في الصناعة، وكانوا يتصورون أنهم قد سبقوا أهل الأرض جميعا، وأثبت لهم سليمان أنهم بالنسبة إليه متخلفون. وكان سليمان قد شيد صرحا عظيما ليستقبل فيه بلقيس، شيد لها قصرا عظيما صنع أرضه من زجاج ثمين شديد الصلابة وعظيم الشفافية في الوقت نفسه، وكانت أرضية القصر قد بنيت فوق مياه بحر، بحيث يسير الإنسان فوقها فيرى الأسماك الملونة وهي تسبح، ويرى أعشاب البحر وهي تتحرك، ومن فرط نقاء الزجاج لم يكن يبدو أن هناك زجاجا. قيل لبلقيس: ادخل القصر. فلما نظرت لم ترى الزجاج، ورأت المياه، وحسبت أنها ستخوض في البحر، وكشفت عن ساقيها كي لا يبتل رداؤها. فقال سليمان: صنعت الأرض من زجاج شفاف. أدركت بلقيس أنها تواجه أعظم ملوك الأرض وأحد أنبياء الله الكرام، فأسلمت. كانت حياة سليمان قمة في المجد، وكان موته آية من آيات الله. دخل سليمان يوما محرابه، وكان يعتكف فيه للعبادة، وجلس متكئا على عصاه وراح يذكر الله، وقضى الله تعالى عليه بالموت وهو يتكئ على عصاه، وظل سليمان ميتا لفترة، والجن يشتغلون وهم يتصورون أنه حي. ثم جاءت دابة الأرض وهي نملة تأكل الخشب، وبدأت تأكل عصا سليمان. استأذنت النملة أن تأكل العصا أولا، فلما لم تسمع ردا بدأت تأكل. كانت جائعة فأكلت جزءا من العصا، واختل توازن الجسد العظيم وهوى إلى الأرض. فلما خر اكتشفت الجن أنهم تحرروا من أوامر سليمان. تبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا. وهكذا مات نبي الله سليمان وهو جالس يصلي ويذكر الله في محرابه، وبكت عليه السماوات والأرض، بكت عليه الطيور، وبكى عليه الناس، وبكى عليه النمل. اللهم صل على سيدنا محمد. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.